وأشاد أهالي بيجي باهتمام محافظ صلاح الدين بهذا القضاء وإطلاقه لحملة رفع الأنقاض التي تسبب بها إرهاب داعش، مؤكدين إنها أول حملة حقيقية يشهدها القضاء منذ عودة الأهالي إليه، مطالبين تمديد فترة الحملة لرفع أكبر قدر ممكن من الأنقاض والنفايات. نشكر السيد محافظ صلاح الدين على هذه الجهود المبذولة في رفع أنقاض الدور المهدمة، وأنا صاحب أحد هذه الدور. رفعنا الأنقاض بارك الله بهم بالجهود المبذولة من كل شخص قام لرفع أنقاض بيجي. نطلب بتمديد الحملة شهر النوبة لكثرة الدور المهدمة في بيجي. أحب أشكر السيد المحافظ محافظ صلاح الدين على هذه الحملة المباركة. أحب أضيف في حديثي أن البيجي منطقة منكوبة والنفايات كثيرة جدا. منطقة الأسمدة نهاية بيجي هذه منطقة معدومة ومؤهلة بالسكان، فنطلب من السيد المحافظ والسادة المسؤولين على تمديد الحملة. تقدم الشكر الجزيل إلى السيد المحافظ والسيد القائم مقام ومدير بلدية بيجي على هذه الحملة لرفع أنقاض قضاء بيجي المنكوب، لكن نطالب السيد المحافظ بتمديد مدة رفع الأنقاض لوجود أنقاض كثيرة متواجدة في القضاء. فالحملة جزاك الله خير، يعني أنه تم رفع الجزء ما يقارب 40 أو 50% من الأنقاض، فباقي تقريبا بال50 أو 60%. نشكر السيد المحافظ إلى رفع الأنقاض قضاء بيجي حي الزيوت، طالب بالتمديد يعني الحملة فترة هاي محدودة يعني قليلة ما تكفي،